النهارده والاهلي مش هيخلص. استوديوهات التحكيم في الدوري المصري بقوا معنيين في كل مباراه فتش على خطا لم يحدث للاهلي، لانه الحقيقه بقت المساله اوفر جدا يا كابتن وجيه لكل الاخوه الحكام. الاهلي لا يحتسب بالظبط. اوكي، الشوط الاولاني كابتن جهاد جريشه الحكم الدولي الكبير في غرفه الفار لغى قرار الحكم، فيما الحكم اتخذ قرار بضربه جزاء للاهلي الفار لغاها، مش مختلفين. الاهلي له ضربه جزاء لم تحتسب في الشوط الاول، ده مش راينا، ده كان راي الكابتن سمير عثمان في اون تايم سبورتس. يشوف الكره دي برضو ما اتعادتش، وده النهارده حاجه غريبه جدا بصراحه. اما نيجي نبص على الكره هي فعلا نزلت على ايد لعيب نادي المقاولين الشمال، بس تعتبر ايده جوه جسمه، ما اتعادتش الكره، والفي ار راجع الكره دي بس ما راجعش اللي جايه. عاوزين نركز بقى على الكره اللي جايه دي، كره مهمه جدا ودي اهم كره في المباراه. احنا عاملين لايت على الاثنين اللي بيجروا، الشاشه دلوقتي بس هنا، بص هنا هنا طبعا في دفع من لعيب نادي المقاولين للعيب النادي الاهلي. انا كنت متوقع ان حكم الفيديو لازم ينادي محمود ناجي ويشوف الكره دي. حكم الفيديو عاد الكره اللي هي اللي نزلت على ايد نادي المقاولين العرب اللي هي كانت واضحه طبعا استمر اللعب، بس الكره دي ما اتعادتش. دي الكره اللي خلت بعد كده اعتقد جهاز النادي الاهلي كان بيعترض عليها، ان ولا حكم الفيديو ناداه ولا شافها. يعني من وجهه نظر حضرتك دي ضربه جزاء؟ دي ركله جزاء. عندك لعيب النادي الاهلي بيجري وفي واحد في ظهره مكمل في ايده، اما تلاقي أما لو جبناها تاني هتلاقي ايد المدافع بتاع المقاولين مكمله، الاثنين بيجروا كفراوده يحسوا اعتقد بالكره دي. وانت بتجري اللمسه، وانت بتجري اللمسه هتغير التوازن وما تقدرش تخلي تعمل سيطره على الكره. هي طبعا هنا الاعاده، طبعا هنا تشوف سمير لعيب نادي المقاولين، اه دي الكره اللي احنا بنتكلم عليها تمام. بعد كده هي دي شايف. طبعا الحكم طبعا. كابتن نظره راح على الكوره تمام، حضرتك تتفرج الحكم نظره راح مع الكوره، ما عشان كده انا نظري راح على الكوره، في واحد تاني بار. قاعد في الفيديو الفار لازم يكون نظره مركز في الكوره. صح دي عندي خلي طبعا الجهاز يتكلم، عشان كده بقول لك محمد ابو حافظ الحكم الرابع اكتر واحد اتكلم. يعني محتاجين نتكلم كل حلقه في الموضوع الفار ينتقي ها ما يلغي به العاب الاهلي المشكوك فيها، ولا يعيد ولا يستدعي ولا يعطي الاهلي حقه عندما يا جماعه هو ده. والنبي وحدوا المسطره، نبوس ايديكم يا اخوانا، المساله في الفار بقت خطيره جدا. خلاصه ازمه الشناوي في القضيه الكاشفه الكاسفه، انه اذا كان فعلا بنطالب اللعيبه وبنطالب الشناوي وكل لعيبه النادي الاهلي، خلاص نتجنب اي نقاش بعد المباراه او اثناء المباراه مع الساده الحكام، والكرة هتعتدل وهتنتظم وهتحترم لما نرجع نقول للسيد الحكم. وقتها الحكم هيبقى مفتح عينيه وهيحكم بمسطرة واحدة.